السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنشوف مع بعض فنجان برج الاسد. ايه الطاقه بتاعتك يا برج الاسد؟ تاريخ الفيديو يا برج الاسد 2/6. ان شاء الله باذن الله يكون تاريخ مميز، تاريخ كله طاقه ايجابيه، التاريخ علشان مصداقيه قناتك. هنشوف بقى يا برج الاسد ايه الاخبار عندك اليومين دول. بس قبل ما ابدا يا برج الاسد، انزل باللايك الجميل وبالتعليق اللي بتصلي بيه على الحبيب علشان الفيديو بتاعك يوصل لاكبر عدد من المشاهده، وما تستخسرش فيا اللايك يا برج الاسد. يلا بينا بقى نشوف اخبار برج الاسد الفتره دي ونصلي على الحبيب. بسم الله. شايفين برج الاسد؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله، اللهم صل. طيب الفترة دي انتوا في زعل، بتمروا بضيقة ماديا، بتمروا بخنقة او توتر او حيرة، في طاقة زعل بينكم وبين حد. البعض منكم حاسس بالوحدة، حاسس ان هو لوحده مفيش حد جنبه، حاسين بالملل، حاسين بالخزلان. البعض منكم عنده مولود جديد او حاجة تخص اطفال، يعني في حاجات تخص اطفال الفترة دي. لكن الحزن اللي عندكم ده مرتبط بحد بعيد عنكم، حد مشتاقله، حد عايزين تكلموه، الله اعلم. طيب الفترة دي انتم متسرعين في حكم على حاجة، في حاجات، في قرارات بتاخدوها، في فترة تسرع عندكم، طاقة كبيرة من التسرع. لكن انتم تعبانين هنا من كتر التفكير، تعبانين من كتر اللي بيدور حواليكم ومش عاجبكم. في شوية اعراض بتظهر لكم، بعض الامور اللي فيها جسمكم وجعكم. لازم الفترة اللي جاية دي تحطوا النقط على الحروف اكتر من كده. مش عايزاكم تسيبوا اموركم عايمه كده، تسيبوا اموركم مش اخدين فيها قرار، لا لازم تحكموا في حياتكم بشكل ايجابي. البعض منكم عليه ندر او عليه حاجه، يعني انتوا عليكم ندر كبير ندرتوه بس لسه ما تمش. في فرحه عندكم، فرحه دي ممكن يكون طفل جديد، ممكن يكون خبر جديد، ما يعني حاجة جديدة، او انتوا هتغيروا مكان سكنكم، او هيبقى في عمل جديد، الله اعلم. انتوا الفترة اللي جاية داخلة عليكم بفرحة، لكن في دمعة نازلة من عينيكم، والدمعة دي على حياتكم. انتوا حاسين بخنقة من وقت للتاني. طيب بالنسبة للراجل، الراجل شايل حمل كبير قوي، لكن عنده طاقة خوف، خايف من بكرة، او خايف من اللي جاي، من يعني هو مش عارف ايه بس خايف من اللي جاي. بالنسبة لكم كلكم هنا في امر هيبقى مقضي، يعني دعوة مستجابة بإذن الله. لكن انتوا زعلانين على حالكم، زعلانين على اللي بيحصل عندكم، بس في نفس الوقت في حد هيقف معاكم، حد هيساعدكم، حد يعني هيدعمكم. انتوا بقالكم حوالي يعني سنتين او رقم اتنين، النفسية بتاعتكم تعبانة، بتتحسن وقت وترجع وقت، يعني في امور مختلفة. في باب هيتفتح قدامكم، الباب ده هيكون رزق. لو اتعاملتوا مع الباب ده صح، هتتعدوا الناحية التانية، هتروحوا مكان تاني. لو الفرصة دي ضاعت منكم هتندموا. طيب انتوا حاليا مع يعني في حياتكم شوية مشاكل مع الشريك، مع الطرف التاني، شوية زعل، شوية توتر بينكم وبينه. يعني انا شايفة ان في حد واقف لكم على غلطة، حد واقف لكم على اي حاجة تغلطوها كده عشان يمسك عليكم حاجة، لكن انتوا لسه مش عارفينه، يعني مش شاكين فيه، حاسين لكن مش يعني مش مستوعبين ان الشخص ده ممكن يكون فعلا واقف لكم على غلطة وعايز يأذيكم. طيب انتوا ليه الفترة دي مش عاملين حساب لبكرة؟ يعني مش عاملين حساب اللي جاي،
اي حاجة لو فلوس معاكم بتصرفوها، مش عاملين حساب الزمن، وده الغلط اللي انتوا بتغلطوه الفترة دي. بسم الله، في رزق جاي، رزق عن طريق حد بعيد، عن طريق حد سفر. انتوا بقالكم فترة مش مرتاحين من الناحية العاطفية، بقالكم فترة شايلين حمل كبير مع الشريك ومش حاسين باستقرار ولا حاسين بفرحة من ناحيته، لان في كلام كتير جدا ملخبط في حياتكم. يؤسفني اقول لكم ان انتوا كان عندكم في يوم من الايام سحر وقف حال، وقف حال من كل الاتجاهات، عاطفة، ماديات، تفكير، كل حاجة كان عندكم وقف حال. البعض منكم الفترة اللي جاية هيكون عنده خطوة إيجابية، خطوة استقرار، خطوة تغيير، مراحل جديدة هتتخطوها بإذن الله، هيكون عندكم أخبار حلوة. في رسالة عندكم جاية لكم، الرسالة دي هيكون وراها كلام كتير، فتح حساب، فتح كلام، بس يعني هيبقى فيها شوية أمور هتستلموها ما كنتوش تتوقعوا إن الأمور دي هتبقى تجيلكم بالسرعة دي، لكن في أمور هتستلموها الفترة اللي جاية. البعض منكم اللي بيدور على استقرار، في استقرار. هو انتوا حد زعلكم، حد ضربكم، لان انتوا في حد بيطعن فيكم من ورا ظهركم، حد كده عمال يطعن فيكم، حد عمال يلعب بيكم وانتوا مش مرتاحين، وعشان كده عايزين تغيروا المكان اللي انتوا فيه، تمشوا، تبعدوا، الله اعلم، لكن انتوا عايزين تغيروا المكان اللي انتوا فيه. عندكم عروسة، زواج، استقرار، في فرحة حلوة الفترة اللي جاية. طيب الفترة اللي جاية دي في حظ كبير عندكم، في حب ما بين طرفين، في أرباح، يعني في شوية أمور هيبقى ملخبطين عندكم، لأن في فرحة كبيرة داخلة بيتكم بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. البعض منكم اللي المنفصلين اللي مستنية رجوع، في قسمة كبيرة، لكن الشريك في حد بيزن عليه، بيخليه كل ما ياخد خطوة الرجوع يرجع 100 خطوة لورا. اكتشفتوا حية ولا لسه؟ في حية عمالة تلعب بيكم، الحية دي كبيرة في ان هي تعرف تأذي، خلوا بالكم. اولا عندكم بداية جديدة، لكن في شك، انتوا شاكين في حد، لان في اعادة نظر، في قرار هتاخدوه، يعني انتوا من فترة خدتوا قرار هترجعوا فيه وهتاخدوا قرار احسن من كده بشكل مختلف. بسم الله ما شاء الله عليكم. هنا في تحسين علاقة، تحسين موضوع، يعني في تحسين اكتر، في تحسين حلو، يعني تحسين مشكلة، تحسين حاجة عندكم. الفترة اللي جاية دي فترة حلوة قوي، هيبقى فيها استثمار، هيبقى فيها تغيير، هيبقى فيها امور حلوة، لكن خدوا بالكم، لان الفترة اللي جاية هيبقى فيها يعني مراحل احسن من كده. بسم الله ما شاء الله عليكم. بصوا، هو انتوا الفترة دي حد متحكم فيكم، حد محاول يسيطر عليكم، لكن في انكشاف سر عندكم او انكشاف حاجة مهمة، لاما انتم مخبيين حاجة وخايفين تتكشف عشان مش عايزينها تتكشف دلوقتي، او عايزين عامة تخبوها، فانتوا في امور عندكم، انتوا عايزين تاخدوا خطوة لقدام، لكن في رجوع لورا بشكل كبير، مش عارفين تتخطوا المراحل اللي انتوا فيها بسبب واحدة ست عمالة تزن عليكم، انتوا من وقت للتاني عمالين تضحوا،
عمالين تعملوا مجهود زيادة عن اللزوم، لكن في واحدة ست فوق دماغكم عمالة تزن. الست دي مش كويسة، الست دي متعددة العلاقات، خلوا بالكم منها. انتوا خلوا بالكم من الفترة دي، عمالين تضحوا عشان خاطر الآخرين ومحدش يستاهل التضحية بتاعتكم. انتوا جايين على نفسكم وبتسعدوا الآخرين على حساب نفسكم، وده غلط. في حسد، في ناس بتتكلم عليكم، ناس بتتكلم عليكم بشكل مش كويس. في نغزة بتجيلكم في القلب، في شوية عراقيل بتحصل في حياتكم مخلياكم راجعين لورا، الله أعلم. انتوا اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، انتوا الفترة دي في تجمع حلو، في أشياء جميلة هتوصلوا لها بإيجابية حلوة قوي، لأن انتوا عندكم أكتر من شيء هيتحقق، أو أكتر من شيء هيبقى فيه استثمار، هيبقى فيه نجاح، هيبقى فيه أمور حلوة. لكن البعض منكم عنده انعكاسة، عنده مشاكل عامة، لكن كل مشكلة وليها حل. يمكن انتوا كنتوا مخنوقين الفترة دي، لكن حان الوقت ان الأبواب تتفتح قدامكم. طيب، ليه دايما على لسانكم احنا تعبانين، احنا مخنوقين؟ يعني انا تعبان بقالي، البعض منكم بيقول انا بقالي 10 سنين، البعض منكم بقاله 9 سنين. يعني ما كل حاجة، كل حاجة وليها نهاية. لكن في شوية مشاكل مع حد من برج الحمل او الكوس، في شوية امور، يعني شوية مشاكل، عدم تفاهم اليومين دول، عدم استقرار ما بينكم، كل واحد عايز حاجة معينة، ففي شوية أمور في العاطفة، لكن بإذن الله هيبقى فيه أمور حلوة. طيب، في حد قال لكم قبل كده إنه عامل لكم سحر مدفون، أو عامل لكم حاجة مأزية كبيرة قوي، مش عارف لحد الآن مش لاقيين لها حل؟ في طاقة إيجابية عندكم، لكن انتم شايلين شايلين الحمل فوق همكم زيادة عن اللزوم. انتوا هنا طالعين السلم بما يرضي الله وماشيين في حالكم، لكن محدش سايبكم في حالكم. انتوا الفترة اللي جاية في نجاح حلو وفي أمور حلوة، في صلح مع برج الجوزاء، أو في كلام يخص برج الجوزاء الفترة دي، لان برج الجوزاء يعني في كلام ما بينه، او هو حزين انه بعد عنكم، حزين انه سابكم في يوم من الايام. في امور تخص برج الجوزاء، وده ظاهر قوي في حياتكم. بسم الله. هو انتوا زعلانين من حد بسبب فلوس، او حد زعلان منكم بسبب فلوس؟ في كلام زعل يخص فلوس، لان في مصالح بتدور على حسابكم الفترة دي. حد هيقرب منكم عشان خاطر مصلحته، او العكس، يعني في اسباب مادية كتير عندكم. انتوا الفترة دي مش طايقين الشخص، مش طايقين الطرف التاني، مش طايقين الشخص اللي في حياتكم، لان انتوا مش انتوا خلاص زهقانين. بسم الله ما شاء الله عليكم. بصوا، هو انتوا قدامكم 5 ايام، 5 ايام وهتاخدوا قرار مهم، قرار حاسم او قرار مختلف. في جدال بينكم وبين الاهل، زعلانين مع اهلكم، مع امكم، مع ابوكم، في زعل ما بين الاهل بسبب المشاكل اللي اتحطت عليكم. انتوا دايما بتقولوا محدش واقف جنبنا، محدش عايزنا كويسين، فده عامل لكم مشكلة كبيرة. لكن انتوا قلبكم حزين، زعلانين من حد قوي، وقلبكم مش قادر يصفى اتجاه الشخص الاخر. انتوا خايفين قوي، والخوف ده عامل لكم طاقة توتر. حصل قعدة في يوم من الأيام، وحد جه غلطكم
واكتشفتوا ان اللي بيغلطكم ده انسان كذاب اصلا، وانتوا يعني بتحبوا ايه بالظبط؟ لان انتوا خايفين حتى مش عارفين تكملوا او تمشوا. في حرف الايه عندكم وفي حرف الار. انتوا تستحسن الفترة دي ان انتوا تفكروا في نفسكم شوية، تفكروا في حياتكم احسن من كده. انتوا فعلا تستاهلوا كل خير، تستاهلوا حياة كريمة، تستاهلوا حياة كويسة، لكن في دعوات مش سايباكم في حالكم. يعني في ناس حواليكم موجودين في حياتكم وعايشين ومعمرين على حسابكم، مش حابين ابدا ان انتوا تكونوا في نفس المكان اللي انتوا فيها دي. في حرف الحاء عندكم وحرف النون والواو، برضو الحروف دي يعني بينكم وما بينهم حاجات مرتبطة، لكن في علامة استفهام. علامة الاستفهام اللي عندكم دي انتوا في اسئلة مش فاهمينها، عايزين تفسروها لكن مش فاهمين. انتوا لازم تشوفوا الفترة اللي جاية دي مين الأقرب ليكم، مين اللي في حياتكم. بسم الله ما شاء الله عليكم. طيب بصوا بقى، شهر وحد هيكلمكم في مكالمة تليفون مهمة قوي، انتوا بقالكم مدة منتظرينها. مكالمة التليفون دي هتجيلكم من حد ما كنت يعني انتم هو في بالكم وبتفكروا فيه، لكن مش عارفين امتى هيعمل المكالمة دي. المشكلة ان انتم يعني مركزين في حاجات وسايبين حاجات مهمة. عايزاكم تخلوا بالكم من حد صديق، الحد ده عامل حبيب، عامل صديق ليكم، عامل ان هو واقف في ظهركم، لكن صدقوني هو مستني لكم اي مكان تقعوا فيه علشان يصطاد اللي هو عايزه. بتصحوا من النوم في كوابيس على كوابيس، بتصحوا من النوم مخنوقين، في علامات من وقت للتاني بتحصل في جسمكم. انتوا لازم تاخدوا قرار في الموضوع اللي شاغل بالكم، مش عايزاكم تبصوا لورا نهائيا، ما تبصوش لوراكم خالص، بصوا لقدام، لان الامور عندكم فيها تراجع من كتر ما انتم مركزين ورا وسايبين حياتكم من قدام. بسم الله ما شاء الله عليكم. هو انتم هنا راكبين حاجة وماشيين، يعني مش عايزين تكونوا في نفس المكان اللي انتم فيها. انتم زعلانين من قلة التقدير اللي بتحصل حواليكم، من قلة التفاهم اللي ما بينكم وما بين الآخرين. برضو في كلام يخص الشريك، في أمور تخص الشريك. هو انتوا ناويين تطلعوا من بيتكم او ناويين تشوفوا حياتكم بشكل العكس؟ لان في مغادرة، في رحيل. خلي بالكم ان الفترة اللي جاية هيكون في اعتراف من حد، ممكن يكون اعتراف من الشريك هيعترف لكم بحاجة مهمة مخبيها عليكم او العكس. في كلام يخص الشريك. طيب خلوا بالكم ان في حد هيعترف لحد بكلام مهم اول مرة يعترف بيه، او بامور اول مرة حتى يتكلم فيها. خلوا بالكم ان الفترة اللي جاية دي في استكمال موضوع مهم، انتوا هتسمعوا خبر اول مرة تسمعوه، لان فيه امور هتستجد ان شاء الله باذن الله. شايفة كمان ان انتوا هنا بتحبوا البحر جدا، لكن الموج بتاعه معاكس اتجاهكم،
ده ان لما بيكون الموج معاكس اتجاهكم ده بيدل ان انتوا حياتكم واقفة، بيدل ان انتوا عندكم ازمة. طيب بصوا، انتوا هنا هتصمموا على قراركم برسم حياة جديدة وبإنهاء موضوع مهم. يعني موضوع انتوا شايفينه مهم لكن هو ولا مهم ولا حاجة، بالعكس الموضوع ده تعبكم نفسيا. في اسم محمد عندكم، واسم محمد ده وراه حرب، وراه أمور معاكسة اتجاهكم. طيب هو انتوا حصل بينكم ما بين حد انفصال لحد الآن مش عارفين السبب، أو لحد الآن مش عارفين ايه سبب الانفصال ما بينكم وما بين الشريك، أو ما بينكم وما بين الحد اللي بتحبوه؟ قولولي رقم 7 بيميز حياتكم بإيه، لان انتوا عمالين تبصوا لفوق ففي رقم 7 عندكم. هو انتوا حاليا شاكين ان الشريك يعرف حد تاني عليكم، او شاكين ان الشريك بيخونكم، لان في نظرة للشريك غريبة، نظرة للشريك بتدل على ان هو يعني مرتبط بحد تاني او في كلام يخص حد تاني. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم ونالت اعجابكم، يا رب تكون خفيفة على قلبكم. انتظروا مني كل ما هو جديد الفترة اللي جاية، بس انزلوا باللايك وبالتعليق الجميل. تحياتي ليكم.